الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. تدل رؤية عنقود العنب في المنام علامة على الحصول على الكثير من الأموال والله أعلم، كما تدل رؤية عنقود العنب على رغط العيش ورفاهية الحياة والله أعلم. عنقود العنب في المنام والله أعلم علامة على تغيرات إيجابية في حياة صاحب الرؤيا والله أعلم. إذا رأى النائم في منامه عنقود عنب علامة على ميراث يأتي إليه الأيام القادمة والله أعلم. رؤية عنقود العنب في المنام والله أعلى وأعلم علامة على الرزق الذي لا ينقطع عن صاحب الرؤيا الأيام القادمة. إذا رأى النائم في منامه عصير العنب علامة على المكان المرموق بين الناس والله أعلى وأعلم. بينما رؤية عصر الخمر للعنب إشارة على ضرورة محاسبة الشخص لنفسه وأفعاله، يعني اللي يشوف نفسه اللي هو بيعصر العنب يحوله الخمرة علامة اللي هو بيرتكب ذنوب في الحياة، فيجب أن يتوب من هذه الذنوب والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشاب الأعزب في المنام أنه عصر العنب والله أعلم علامة على الزواج القريب والله أعلم. دي طبعا اللي عصره بطريقة طبيعية مش عمله خمر، علامة اللي هو يتزوج قريب من فتاة حسنة وجميلة والله أعلى وأعلم. ومن يرى أنه يشرب العنب الحامض علامة أنه إنسان سيء ويجب محاسبة نفسه كثيرا، لأن الأمور في حياته سوف تتعطل والله أعلى وأعلم. رؤية العصير ينضلق في المنام علامة على خسارة في الأموال وضياع الرزق والتعب والله أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.